فاطمة، قصتك قصة. بغيت نرجع معاك. كنتي حاملة في 9 شهور، منين سمح فيك الراجل ومشى تزوج بمرأة واحدة أخرى. نعم، نرجع أنا وياك لهاد اللحظة بالضبط وهاد التاريخ بالضبط، عاودي لي القصة. أنا الحبيبة ديالي كنت تزوجت تقريبا في 87، ولدت الوليد ديالي سفيان في 88. كنت خدامة تندير شفات لاشين الخياطة، معلمة لما كان مقابلة لاشينات. من بعد سقط الخبار في النفاس ديالي الولي راجلي لقيتو تزوج عليا مرات، وربما حتى النص ساعة يتشلل عليا وبزاف. انتي نفسها والراجل تزوج؟ نعم. بقيت المهم خليتو نتدعيتو، دوز فيها شهرين ديال السجن. ومن بعد دعيتيه باش؟ دعيتو على النفقة تاع ولدي، حيت خلاني انا وداك الوليد تيقول لي ما عندي ما ندير لا بك ولا بيه. وعلاش ما عنده ما يدير لا بك لا بالولد؟ مشى تزوج صافي، مشى تزوج بوحده اخرى، قال لك ما بقيتش باغيك لا انت لا داك الولد. بسبب شنو؟ قال لك صافي انا لقيت مره اخرى، انا بغيت صافي خذي داك الولد ديري طانقه في ودنك ديري لي اللي بغيتي. ربحي به. مشيت لبنتي بقيت هي هذيك. مرض ليا الوليد، جاتو لازماتيك، قال لي الطبيب خصك تخوي به ما يبقاش هنا. انت فين كنتي ساكنه ديك الساعه؟ كنت ساكنه في درب غلف. قال لي خصك تخوي به ما يبقاش في البلاصه اللي فيها البحر. خويت به، بقيت تقريبا حتى دار داك الولد عنده 7 سنين. فين؟ في بني ملال، نواحي بني ملال. دار 7 سنوات. المهم ولا لاباس. انا مهنتي ما كايناش تما بنتي، درت قهوه عشوائيه. ولكن منين سمحتي وديتي الولد لبني ملال على ود الحاله الصحيه ديالو؟ نعم. حتى دار 7 سنين، فين كان با الولد ديك الساعه؟ ما بقيت سولت فيه، ما بقى سول فيه في هذيك التاريخ. من بعد داز هو مشى للحبس، صافي انايا ما بقيت شافي، حيت قال لي فضل الحبس ما عندك ما تصوري مني الحبس، انا ندخل لي نخرج مع دا انت ما عندك ما تصوري مع هذا الراجل، غادعي غيمشي للحبس صافي ما كاين ربح. نعم بنتي. مشيتي هذيك، سكنت في هذه البلاد السعيده، بقيت فيها، ربيت وليدي. ملي برا لي انا ولدي تنقول مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. بقيت عايشه مع ذاك الوليد حتى دار 7 سنين. جا هو تيقلب علينا. ها هو رجع تيقلب. نعم تيقلب علي انا وولدي، جايب التصاور ديالي وجايب سميتو وجاي تيقلب علينا. تلقانا في هذيك البلاد، تلقاني كاري انا وولدي موحل على جهدي. المهم قابله معيشه، قال لي انا ديك السيده اللي كنت معاها راه تفرقت معاها، ودابا انا بغيت نرجع لك. قلت له انا ولدي باقي مريض، والطبيب قال لي تخوي بيه كازا ما نبقاش فيها على قبله هو. انا سمحت في خدمتي، سمحت في كل شيء، ما يمكنش ليا نرجع لتم. قال لي ماشي مشكل، غنبقى نمشي ونجي عندكم حتى يدار الولد. داكشي اللي كاين. انت قبلتي ترجعي لراجلك؟ نعم. بقيت حتى ولدي انا ما بغيتش نيتمو، انا ولدي ما باغاش نيتمو من الاب ديالو كاع، رغم ما خلاني باقا صغيره. يلا عندي 21 عام ديك الساعه ولا 19 عام، تزوج بيا صغيره وما باغا لا نطلق لا والو. تنقول ما نفرقوش باش داك الولد ما نكبروش يتيم، حيت الولد ملي غيكبر ما غيعرفش ربي. انا اذا ماشي كل شيء انت فكرتي فيه هو نهار سمح فيك ما فكرش في هادشي. لا انا ضحيت على قبل ولدي. ولدك تزدت بنتي، تزادوا عندي جوج وليدات اخرين، ياسين الله يرحمه وضحى، جوج وليدات. بقيت اذا نعشتوا واحد الفتره انت وراجلك في ديك البلاد، تيمشي وتيجي، تيمشي وتيجي، وخدام هنا في كازا، غير تيجي عندنا مده شهرين 3 شهور عاد تيجي يطلع علينا. كيطل تيجي تيقول لنا انا تنبني لكم في كازا، تنبني في كازا، تيجي بداك المصروف قليل. المهم انا دايره ديك القهوه معيشه وليداتي، تنقول ملي تيبني لهم هو غيدير لهم السكن، انا ماشي مشكل. مني المدرسه، مني الطبيب، مني الكسوه، مني كل شيء. حاشاك بعت عليهم الخضره، درت الفاخر، ما خليت ما خدمت على وليداتي، حيت ديك المهنه تاعتي ما كايناش تما. وعيشتهم شحال عاش معاك هذا الراجل؟ حتى 2004 تولدتو جوج ولاد؟ تولدت بنت ولاد حتى 2004. 2004 قلت لي فين الدار اللي بنيتي لينا؟ بغيت نمشي نشوف هاد الدار اللي تتبني وهاد الشيء اللي تتقول. صافي جمعت الدراري في العطله، جينا عنده هنا في العطله، تيقول لنا انا غنديكم. مشينا لدارهم، سولت امو، قالت يا بنتي راه ما كاين لا بني لا والو. قال لي لا، داك البني الارض اللي كانت عاطياني امي نبني فيها راه حبسوها ليا، انا بنيت هنا مع امي. سولت امو قالت لي لا، داك البني ما بناه هو، هاد البيت وكوزينه بناهم ليا خوه.
هو ما بنى حتى حاجه، مو ما تقبلاتش ولادي باش يعيشوا معاه. وداك الشيء انا مرضت، مرض طيحتني واحد السخانه مده عام، يعني كاع داك الرزيق اللي كنت جا معاه وداك الشيء اللي كان عندي خسرته. تنط مولات الدار دعاتني وطلبات مني الافراغ، جيت لعندو الكازا قال لي جيبي لي ولادي. هنا صافي غير هزي ولادي وجيبيهم هنا انا نقابلهم. جيت ابنتي هنا جبت الوليدات ديالي، ملي جيت وانا عايشه في الجحيم، يعني تيتحول من بيت لبيت، من دار لدار، من بيت لبيت، من دار لدار. انا تناخذ قروض من دوك الابناك الصغار راك عارفه، شريت بيكوزا، شريت سورجيه، تنخيط جليلبات، نخيط بيجامات، ولكن حتى داك الشيء باش غيخليني غندير لولادي علاش سميتو ما كاينش. تنبقى ديما انا مشكلي ديال الكرا، ديما انا داك الشيء اللي تنجمع باش ندير، حيت مني ماكله المصروف ما تيعرفنيش فيه، لبس الولادي ما عمرو عرفوا فيه، ومكسوت مدراستهم، كسوتي انا. طيب بلا حتى شي هو باش مكلف البنيه انا اللي تنقول غير الكرا يخلصوا ليا الشي، غير نلقى فيني تستروا ولادي، حيت ولادي تكرفصت عليهم وربيتهم احسن تربيه. وما نقولش لك التضحيه اللي ضحيت على دوك الوليد، وكيفاش عيشتهم في نقا، وكيفاش ما عيشتهمش في شي حاجه اللي عيشتهم انا مسكينه، ولكن عيشتهم في هذه النقا وهذه الحياه الزوينه اللي كان عايشين. ما تيتعيشوش دوك الولاد، ما عمرو فكر يخرجهم ولا حمام ولا شي نهار ولا يفرحهم ولادو ولا شي سينما ولا كيف شي بحر ولا غير شي حاجه ما كايناش. ما كايناش يعني كل شيء مني، حتى مناسبات هو منين ما كانش راه كان كل شيء منك، وحتى منين كاين كل شيء منك. تيجي غير يطلع علينا وتيمشي خدام، انا ديما هو خدام، كاين شي ضيف بحال هو ما عندوش مسؤوليه الاولاد، بحال ما عارفهمش. حتى لا جا تيجي في نص الليل يبات الصباح تينوض بكري ويزيد، ما عارف حتى شي حاجه في الدار، ما يعرف حتى شي لا من اتات لا من كل شيء. دابا حتى الاتات انا ما بقاش عندي. التلفازه خسرات، الثلاجه خسرات، ماكينه الصابون خسرات، داري كلها تخربات، انا تخربت بنتي، ولا عندي مرض خايب. انا غير الجمعيات اللي هزيني دابا بالدواء ديالي. انا عاد زاد كملتها ملي جيت سكنت هنا، مول مدار بتنوكلو شهر رمضان كله، وقتل يا ولدي اللي كنت نبغيه، وضحيت على داك الوليد وتكرفست عليه. واخا فاطمه مازال خليك على راحتك، مازال نرجع عندك ونشوفوا كيفاش هاد القصه ديال المول المضارب اللي قتل لك ولدك. نرجع نكملوا معاك القصه اللي قطعناها قبيله في الدموع ديالك. انا مشيت نخليك باش شويه تاخذي راحتك. ولدك تقتل مول المضارب، عاودي لي هاد القصه ديال القتيله ديال ولدك. هاد الوليد كان في رمضان جاي من الجامع، شحال في عمره؟ عنده طالع في 15 عام، عنده 14 عام ونص. وجاي مسكين في رمضان، ويبان لي هذاك الولد جالس في الكراج يفطر بالخبز واتاي، ويطلع مول المدار خدام ديالو، ويطلع قال لي ماما عافاك هذاك الولد راه ما عندو لا مول با، عطيه ما ياكل، راه انت عندك هذا الشيء عطيه. قلت له انا جمعت لي داك الشيء في بلاطو، هبطوا ليه ويطيح الوليد في الدروج. جيب با هاني طالع ديك العشيه، ويقول لي علاش ما هبط هذا الشيء وتيغوت. قلت صافي من اليوم بقى يجي يفطر معاكم، عيطوا عليه عاود يجي يفطر معاكم، ولا قسم الله نديروا ليه في سوبر العشاء يديه معاه. داكشي اللي درنا الشهر رمضان كله هو تياكل عندي. فات رمضان بحال هاد الوقيته قرب العيد الكبير، عيط ليه جا عنده قال لي انا بغيتك تجي عندي، تجيب لي اختك وتجي عندي للحانوت، رانا شريت لكم كادوات. قال لي الولد لمن؟ قال لي انا واختك، قال لي راه شريت لكم كادوات على قيتاش بغيت نسافر للبلاد. جا عندي الوليد قال لي ماما فين الضحك؟ قلت لي ما كايناش. قال لي راه بغاوها، قال لي بغا هذاك محمد راه قال لك بغا يشري لها كادو يجي نمشيو عنده. قلت لي لا، هو عارف الدار وتيجي للدار جاب لكم كادوات، وثاني انا اش عنده؟ هو البارح عدم عندكم 800 ريال تسلفها من عندي، ودابا باغي يدي كادوات. اش من كادوات؟ صافي هي ديك الوليد هبط خرج تعطل، وصلت 9:30 ما جاش، وانا تتوصل 9، واحد السيستيم دايره مع ولادي لفات 9 تعطلوا في شي بلاصه فين ما كانوا، تيقول لي ما تخلعيش احنا هنا ولا تعطلنا في مركوب ولا هادي. تعطل صافي وصلت 10 ما جاش، وليت تنتشوى خرجت تنقلب، قالوا لي الدراري راه كان مع هذاك محمد تيدور هنايا. مشيت مع ديك ال11 طلعت للكراج، لقيت الكراج ديالو مسدود بالقفل من برا.
مشيت عند البوليس علمتهم، مشيت هو للولايه وداك الشيء، عيطوا ثاني مشيت للدار الحمراء، مشيت للولايه، المهم تنجري من الكوميساريه للكوميساريه. الراجل فينا هو في هذا الشيء كامل؟ ما كاينش، ما قال لك من الولد راه خارج صافي ما مصوقش. انت بوحدك اللي كتشوي على الولد؟ انا ديما انت بوحدك اللي ضاربه تمر على هاد الولاد؟ انا اللي في ضاربه في تمر على هاد الولاد، انا اللي حسيت بحركتهم، هو ما حاش بها. بقيت الحبيبه هي هذيك، وصلت ديك ثلاثة كوك ولا جوج ونص، عيطوا ليا انا جايه من الولايه، قال لي اجي جي لعندنا الكوميساريه. جيت لعندهم الكوميساريه، قال لي جلسي وهادي. انا حسيت بشي حاجه كاينه، بقيت بشوي بشوي ندفع داك البوليسي، وتميت غادا تنجري في الشانطي. تلقيت البتي طاكسي، قلت ليه هزني ديني البلاصه، داني مسكين داك البتي طاكسي، لقيتو مهزين ولدي خرجوه تنقول لي وريو لي ميت ولا حيت، يقول لي ردينا للسبيطار. الولد اش وقع ليه لداخل؟ بغى يغتصب وما بغاش، وخنقو، دار لي القطن في فمو وخنقو بمسند، وقال الله اعلم واش ضربو بمقص باش تغلب عليه، حيت هو قال لهم انا ما ديت منه لا حق لا باطل، غلبني خلانيش نغتصب وقتلو. وقتلو الحرام، ورمضان كله هو تيوكلو، هو اللي جابو هو اللي بغى يوكلو. ودابا زدت مرضت انا تقريبا من اللي مات ليا ولدي، رجعت للور مرضت ودمرت بزاف، حسيت براسي تا جوج وليدات غادا عليهم، حسيت فيهم غادي يضيعوا الوليد تا، وبكثرة مشاكل باه مشى تجوج وهو صغير، يلاه عنده 25 عام، تجوج بوحده، ديك البنت ما صدقاتش ليه، ما صدقاتش بنت الناس، طحا على قبلها ومشى كرا ليها، لقاها تتخون ولقى بزاف د الحوايج، خلاته عريان حفيا، رجع بحال المسطي في الدار، ما كانش يدير الكارو ولا تيديرو، عنده لازماتيك. بغيت نمشي معاك في الاخر فاطمه، المسؤوليه دراجلك في هادشي كله فين هو؟ مسؤوليه راجلك كي قلت لك دابا تيلوح ليا ديك 10000، ديك 16000، ملي نقول لي ديك 20000، ما لامش راسو هو على الولد اللي تقتل؟ ما عنديش، ما لامش راسو على الولاد اللي تشردوا؟ ما لامش راسو على حاسه بحاجه؟ هو تيقول لك انا خدام ما مساليش، انا تنجري منك اليوم، انا خدام وفين هاد الخدمه اللي في جدي تنديرو، هذا هو اللي تيقول. دابا حنا عام بلا ضو، متى هو كوك غيتقطع؟ البنت بلا قرايه، الولد رجع على خدمه، انت صحتك غدا اللور؟ صحتي انا ولا عندي المرض الخايب، يعني ما عنديش باش نتعالج، غا جمعيات اللي هازيني بالفقصه وعاد زيد هاد الشيء المخ. واخا فاطمه شكرا لك بزاف على هاد المعاناه كلها اللي نقلتي لينا، واللي اكيد الناس غيتاثروا بها وسمعوها.